مثال بيطلع عندي سيستم مش اوبزرفبل، بغير سي بخليه اوبزرفبل. على هذا السيستم عندي هون A بتساوي 2 0 0 0 2 0 0 3 1. هذه على فكرة انترستنج، اطلعوا على B فكانه السيستم الانبوت مالوش اثر عليه، مالوش اثر على الستيتس. هلا ممكن يكون هذا سيستم بحطه انا بانيشال كونديشن وبتركه، في سيستمز ممكن هيك تكون. يعني اعطيكم مثال على سيستم، لو انا عندي هذا سبرينج ماس دامبر، سبرينج ماس دامبر في هون ماس سبرينج ودامبر، ما دخلت انا عليه انبوت، بتعرفوا شو بقدر اعمل بهذا السيستم؟ بدفش وبدفش وبدفش بحيث اني اضغط الزنبره، ففي ديسبيسمنت، في له انيشال كونديشن نون زيرو انيشال كونديشن، وبتركه في انبوت؟ لا، بس رح يصير في ريسبونس؟ رح يصير. اوكي، هون كانه عمالي بقول انه ما فيش عندي الانبوت ما بياثر، ما فيش شيء، ما له اثر، كله مقطوع هذا تماما. وبعدين عندي هون سي بتساوي 1 1 1. فهون عندي عندي هون كم اوتبوت؟ 1. والاوتبوت شو بيساوي؟ اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3. ودي دي هون ضمنيا مش محطوطه، هي زيرو. هلا ناخذ نطلع البو ال او انا بسميها او بسميها ان، فان بتطلع معنا هون بعد ما نطلعها واحد 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 2 5 1 4 13 1. هلا ناخذ نطلع ال نطلع الديترمننت، الديترمننت تبع ان 1 في ناقص 8 مظبوط، 1 5 ناقص 13 ناقص 8 ناقص 1 2 ناقص 4 ناقص 2 وبعدين زائد 1 مضروبه 26 ناقص 20 6، مش هيك؟ فالمفروض هاي تطلع معنا ناقص 8 وزائد 2 زائد 6 ويساوي 0. إذا السيستم هذا not fully state observable. كيف ممكن أغير سي أعمله observable، fully state observable؟ شو رأيكم نعمل مثلا ونطلع كمان output؟ شو صار عدد الاوتبوتس الان؟ فكاني اخذت انا اكس 1 اكس 2 اكس 3 ورديت اخذت اكس 1 اكس 2 اكس 3، هل هذا راح يفيدني؟ لما اراقب واي 1 واي 2 هل راح اشوف اختلاف بينهم؟ واي 1 واي 2 نفسهم نفس الشيء، واي 1 بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3، واي 2 بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3، ما استفدت اي شيء، اعطيتني انت معلومات ما لها اي قيمه، كانك عملت دوبليكيشن لواي. شو لازم نعمل؟ نحاول نعمل شيء مختلف. على فكره حد يتاكد منه يفحصها هاي ويشوف، تاكدوا منها لحالكم. هلا هون انا راح احط، مش من شطارتي لاني ما اخذها من السؤال، 1 2 3. هلا هون اختلفت، وعلى فكره ذكروني هلا بس بعطيكم فكره عن هاي ال 1 2 3 فيري انترستينج، اني اخذت 1 2 3 ما اخذتش 1 1 1 1 2 3. هلا بحكي لكم شغله عنها، ذكروني باخر باخر هذا هاي المساله. إذا أخذنا 1 2 3 فإحنا طلعنا 2 أوتبوت، يعني كأني بقول هون عندي y1 of t بيساوي x1 of t زائد x2 of t زائد x3 of t، y2 of t بيساوي x1 of t زائد 2x2 of t زائد 3x3 of t. مش هاي كمان بتعطيني معلومات إضافية؟ ضربت الأول في 1 وضربت الثاني في 2 وضربت الثالث في 3. فلما براقب y1 و y2 عم بعطوني معلومات مختلفة، ومهم المعلومات اللي بعطوني اياها، عارفين ليش؟ لأنه لما يتغير x2 بايش بضربه y2؟ بضرب لي اياه ب2، ولما يتغير x3 فx3 له أثر أكبر على y2 من أثره على y1، وx2 له أثر أكبر على y2 من y1، وأثره كمان مش مساوي لx3، 2 على 3 من x3، أوكي؟ إذا هون هلا لما نفحصها نفحص n الجديدة راح أكتبها مباشرة. الكنترول بيت هلا قد ايش لازم تغير الدايمنشنز تبعتها، مش هيك؟ كانت 3 ب 3 لانه عدد الاوتبوتس واحد، هلا عدد الاوتبوتس رح يصير 2 رح يصير 6 في 3،
فبصير عندي هلا ان او او 1 1 1 1 2 3 بعدين 2 5 1 2 13 3 4 13 1 و4 35 3. هلا اذا فحصنا هون بدنا نفحص الاوتبوت، مثلا لو اخذنا ناخذ النص الاعلى، كان ناخذ اي مكان ناخذ النص الاعلى، واخذنا النص الاعلى الديتيرمننت تبع upper half بيساوي 1 2 ناقص، لو اخذنا اي وحده انا بعرف ناخذ كني شيء مختلف، شو ال 15 اللي هون؟ ما في 15. 1 و2 و2 و5 و1 مضبوط، بيطلع هاي الديتيرمننت تبعها بيطلع ناقص 7. اذا السيستم صار سيل جديدة صار، شو عملنا احنا فعليا؟ حطينا سنسر جديد، حطينا سنسر على اكس 1، حطينا سنسر ثاني على اكس، او السنسر اللي على اكس 2 ضربناه في 2 وهذاك ضربناه في 3، جمعناهم صار عندي 2 اوتبوت جديد اسمه واي 2. بمراقبتي الان لواي 1 وواي 2 بقدر استنتج مين؟ اكس 1 واكس 2 واكس 3. اوكي، فصار السيستم هلا الان فولي ستيت كنترولبل. اوكي، اوبزرف. اوكي تمام.